أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 من يونيو طريقا نحو التنمية. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 من يونيو عام 2013 أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، إلا أنها أعظم أيام التاريخ في مصر الحديثة. تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي غدا الاثنين في تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%. جاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس لدعم أصحاب المعاشات وتوفير مزيد من الرعاية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وبحد أقصى 832 جنيها ونصف جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. من جانبها أكدت مصادر كورية جنوبية أن ترامب وكيم تصافحا مصافحة تاريخية عند الخط العسكري الفاصل، وأن ترامب عبر الخط الفاصل العسكري كأول رئيس أمريكي يخطو إلى أراضي كوريا شمالية، وكان ترامب قد أعلن عن رغبته عبر تويتر بلقاء كيم ومصافحته وقول أهلا له فقط. عربيا، تعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بعدم السماح بوجود أي ميليشيات أو عناصر إرهابية داخل الأراضي الليبية. وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي له أن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم، فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة. وكشف المسماري عن وثائق وأدلة تؤكد الوجود والدعم التركي والقطري للميليشيات الإرهابية في طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبي لن يتهاون مع هذا التدخل التركي والقطري. رياضيا، تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بفوزه على نظيره الأورجواياني بخمسة أهداف لأربعة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الدور ربع النهائي. هذا ومن المقرر أن تواجه بيرو في نصف النهائي منتخب تشيلي الخميس القادم، فيما تلعب البرازيل مع الأرجنتين بالدور ذاته يوم الأربعاء المقبل.